يقول بعض من يظهر عليه علامات الاستقامة يتكلم في بعض من يحمل هم الإسلام حتى في علماء ويهونون أمرهم ما يجعل نظرة الناس إليه نظرة سيئة بوساوس وغالبهم على خطأ وغيبة، فكيف التفريق بينه وبين من يقصد الخير وكيف ينصح كل من المتكلم والمنصف تجاه هذا الأمر الذي يقع كثير في الأيام بارك الله فيه؟ هنا في إفراط وتفريط، هذه المسألة في بين إفراط وتفريط. بعض الناس يبالي من هذه الجهة وبعض الناس يبالي من هذه الجهة، ومنهج أهل السنة والجماعة الوسطية، يعني بعض الناس يتكلم في كل واحد لا يترك أحدا لا سالفة ولا تالفة لا صغيرة ولا كبيرة لا طالب علم ولا عالما لا أحد يترك عند بعضهم كل كل يتكلم فيه أو يتكلم فيه ولربما كان بحق أو بباطل أو لربما يبالغ أو لربما يبالغ أو لربما يزيد عن الحد، يعني لا يتكلم بالمقدار الشرعي بل يبالغ فيسب ويشتم ويلعن ويتهم بما ليس فيه يتهم بما ليس فيه ويتعرض لزوجته وأولاده وبنيه وبناته وأقاربه. طيب العالم الفلاني أخطأ، يرد خطأه ما له ولزوجته، زوجته عملت وفعلت وراحت وشافت ودارت وإلى آخره، ما له ولابنه وبناته، ما له هذا العالم أخطأ خطأه حجة، لماذا تكبر خطأه وتجعله أكثر مما هو، تجعل ماذا أكثر مما هو؟ فإن في جانب إفراط مبالغ جوز الحد، وفي جانب التفريط، التفريط وأخشى أن يكون السائل لا أكون منهم لكن يلتبس عليه الأمر، يعني لا تتكلم في أحد، لا تبين خطأ أحد، أخطأ أحد إذا تكلمت به فقد أعنت على هدم الإسلام أو غير ذلك من المعاني أو من الكلام الذي يقال ها هنا وها هنا ولا خطأ. فعندنا أصل من أصول الإسلام وقد سبق في الحديث السادس من حسن إسلام المرء، من الحديث السابع من حسن قول ثني بن سدان الدين أن أصل، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، وذكرنا أن من تمام النصيحة لله الدفاع عن كتاب الله عز وجل، فهذا الفاجر الماجن الذي يطلع على الشاشة ويقول إبليس مؤمن ويخاف الله لأن الله تعالى قال قال فبعزتك لأغوينهم، حلف بعزتك فهو مؤمن، مثل هذا لا يحذر منه. الذي يصف الله عز وجل بالنقص يحذر منه، الذي يطوي ويعوج أعناق النصوص النبوية يحذر منه، الذي ينشر الفساد والشر بين المسلمين وأئمتهم من ورائهم وحكامهم يحذر منه. فعندنا أصل عظيم هو الدين النصيحة، ومن تمام النصح لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعمتهم بيان فساد المفسد والتحذير منه. ومن الأصول المقررة في هذا الدين بيان الخطأ، بيان خطأ المخطئ، ومن تمام ذلك الرد على المخالف للحق للصواب، لا بد من البيان. والصحابة رد بعضهم على بعض، قال عائشة أخطأ فلان، وقال ابن عمر أخطأ فلان، وقال أبو هريرة رحمه الله فلان، وهكذا. فالرد المخالف لا بد والتحذير من من ينحرف عن الإسلام من المبتدع أو ممن وقع في بدعة،
التحذير من هذا الخطأ، لأن ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدئا، بخلاف المبتدئ فابتداؤه أسقط عنه الكثير من الأمور. والمبتدئ هو الذي يحدث في الدين ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. فالمبتدئ هو الذي يؤصل البدع يحدثها، وكذلك المبتدئ هو الذي يعمل بالبدع وينصح فلا يرجع، وينصح فلا يرجع، وينصح بما يتبين لنا أنه أدرك الحق فلا يرجع. ويعد أيضا المبتدئ الذي اجتمع فيه كثير من البدع فيكثر منها، ما من بدعة إلا ويقع عليها، هذا مبتدئ، ويرد عليه كما هو مكرر في أصول أو أصولا من أصول الإسلام وذكره العلماء. ولهذا جاء رجل فقال لأحد أئمة الحديث، سمعه يقول فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان يسرق الحديث، فلان كذاب، قال سبحان الله ما لي أرى علماء الإسلام يقع بعضهم في بعض. فقال يا أحول، إذا لم أتكلم أنا به فمن الذي يبين خطأ أهل الصواب؟ كيف نميز الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يبين خطأ المخطئ والكذاب والوضاع والسفاه، من الذي يبين لنا أن حديث المروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أجمل صورة، في صورة شاب طويل الشعر إلى آخر الحديث الموضوع المكذوب الذي دسه علينا أداء الإسلام؟ ولهذا جاء بأحد الكذابين الذين الزنادقة الذين أدخلوا في الأحاديث ما ليس منها، فأمر الأمير حاكم المفتي في ذاك الزمان بقطع عنقه. قال ما ومن الذي سينفع تقطع عنقي؟ أدخلت عليكم 40,000 حديث أو 4,000 حديث أدخلت وأخرجته. قال ذاك الحاكم تعيش لها الجهابية كسفيان الثوري وإمام أحمد بن معين ابن المديني البخاري سعيد بن سيد الأوزاعي قتادة شعبة سفيان الثوري سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان الإمام مسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه الدارقطني وغير حاكم وغيره أئمة أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي ابن أبي حاتم الرازي ابن جريج أئمة فضائل في هذا الدين. هؤلاء يعيشون هذا الحديث يميزونها ويعرفونها بتوفيق الله عز وجل لهم. وأقول لكم قصة واحدة تدل على أنه كيف يعني يميزونها. من رواة الحديث سفيان بن وكيع بن جرار، وكيع بن جرار من أئمة الحديث الثقات، ابنه سفيان وقد أخذ الحديث عن مشايخ كبار، ومنهم أبي أخذ من أبيه، لكن أهل الحديث يتكلمون فيه يقولون فيه شيء. فجاءه أئمة من أئمة الحديث أبو حاتم الرازي وأبو زرع فيما ذكر في تاريخه في ترجمته، فأتياه زائرين فقال له إن حديثك قد دخل فيه ما ليس منه، أدخلت في حديث ما ليس منه، ما ليس من حديث مشايخك. كيف عرفوا هذا؟ يميزون. فقالوا قال وما سبب ذلك؟ قال نحن نقول لك سبب ذلك. قال ما سبب؟ قال تعرف وراق تعرف الذي يكتب لك هذا وراق سوء يدخل عليك ما ليس من حديثه. كيف عرف هذا؟ هو يسمع وراق، وراق كاتبه يقول اكتب كذا اكتب كذا، فهما عرفا. لما جاءوا حديث سفيان بن وكيع وهم يعرفون حديث اباه او حديث ابيه وكيع بن جرار ومشايخ ابيه، فعرفوا ان ومشايخ سفيان ايضا يعرفونه، فعرفوا ان هذا ليس من حديث مشايخه. فمن اين جاء؟ تطلعوا اخباره وقد تتبعوا ما يعنيه ليس ما لا يعنيه، تطلعوا ما وجد
وجدوا إلا وضاقا، وجدوا له وضاقا، لم يكن هو يكتب لنفسه جميل وضاقا. إذا لا يمكن أن يكون الخطأ دخل عليه إلا هذا الكاتب السيء. فقالوا كاتبك هذا سيء. فقال ما السبيل؟ قالوا تطرده، أو قالا تمنعه من الكتاب، ونحن نميز لك أحاديثا ننخلها لك نخلا. صفوها يغربلوها. قال نعم، ووعد خيرا. ثم صرف الوراق هذا السيء كان خلف الباب يستمع، فلما صرف لقيه بعد ذلك فغلبه في المحاجة، أو يعني تغلب عليه فأبقاه. فعلم بعد ذلك أن سفيان بن وكيع قد أبقى هذا الوراق فتكلم فيه، قال هذا حديثه ضعيف إلا بشروط معروفة. فإذا هذا من تمام أصل هذا الدين، ولهذا بهذا يبقى هذا الدين محفوظا، يبقى هذا الدين محفوظا. لهذا كل العلماء يتكلمون، فالمبتدئ يقال هذا مبتدئ، والواقع به لا يقال هذا وقع فيه، والمخطئ يقال أخطأ. لكن هذا بضوابط، بضوابط تعريف العلماء، وإنما يتكلم في ذلك من كان أهلا من العلماء، من كان أهلا الذين هم أهل من؟ العلماء، أو طلاب العلم المتمكنون الكبار، أو طالب علم يميز فيستطيع أن يوصل الرسالة والفهم إلى الناس. والجواب على هذا السؤال يعني يطول، لكن هذا خلاصة.